الحمد لله الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه العالم بسر العبد وجهره وظنونه المتفرد بإنشاء الكون وإبداعه وفنونه أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الأشجار من ورق مد الأرض ووضعها ورفع السماء وأوسعها وسير النجوم وأطلعها أحمده حمد الحامدين وأشكره شكر الشاكرين وأذكره ذكر الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحق المبين يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله إلهي لا تؤاخذني فإني مقر بالذي قد كان مني وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذا فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعلنا في رضاك وأكرمنا بتقواك ولا تحرمنا يوم القيامة من رؤياك ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا أبا القاسم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين احين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين خير ما أوصي به نفسي وإياكم تقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء لا يزال الحديث حول رحلة الإسراء والمعراج فرحلة الإسراء والمعراج لم تكن ولا يصح أن تكون حدثا مرتبطا بمكان معين أو بحقبة زمنية معينة فبركاتها وعبرها ودروسها لم تنقطع بمرور الزمان أو ببعد المكان وما تزال ذكراها تعطي فيضها من عام إلى عام دون أن ينضب معينها أو تنفذ ثمارها فدروس هذه الذكرى وإشراقاتها وكل أحداث السيرة النبوية المطهرة ستظل مبراسا تهتدي به هذه الأمة وطريقا يرشدها إلى معاني التربية والبناء فتستمد منها ما يستوجب عليها أن تؤدي رسالة ربها بأمانة وإخلاص وتعود إلى سابق عهدها فتعالوا بنا في هذا اليوم المبارك نقف مع الدرس الثالث من دروس الإسراء والمعراج تلكم المعجزة التي أيد الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فساقها المولى سبحانه وتعالى في كلمات تزلزل القلوب والأبدان قال سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين يا رب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تعالوا بنا نحقق وندقق في هذه الآية الكريمة المباركة
ونستخلص منها الدروس والعظات والعبر ونقف عند معانيها. فهذه الآية فيها أمور من الأهمية بمكان. الأمر الأول، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون بيت المقدس هو المحطة الأرضية الرابطة بين الأرض والسماء، وأن يكون المرور بهذه المحطة القدسية والمرور بالمسجد الأقصى وبالأرض التي باركها الله تبارك وتعالى للعالمين، هذا كله أمرا مقصودا من قبل المولى تبارك وتعالى. حيث بدأت الرحلة من المسجد الحرام وانتهت بالمسجد الأقصى. وفي المسجد الأقصى كما هو معلوم ومعروف في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بإخوته الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم، صلى بهم إماما، ثم بعد ذلك عرج به إلى سدرة المنتهى. ونحن نتساءل، ما دلالة ذلك؟ ما دلالة أن يصلي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بإخوانه الأنبياء والمرسلين جميعا، منذ أن بعث الله تعالى آدم إلى أن بعث الله تعالى نبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام؟ نحن نتساءل، لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا؟ ولماذا كانت الرحلة من مكة إلى بيت المقدس؟ لماذا لم يكن مكانا آخر؟ دلالة ذلك إخوة الإسلام والإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا، في ذلك إشارة واضحة أكيدة واقعة لا محالة أن اليهود سيعزلون عن منصب القيادة، منصب قيادة الأمة، لأن القيادة كانت في بني إسرائيل منذ نبي الله يعقوب عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك انتقلت القيادة، وظل بيت المقدس هو المكان المفضل عندهم وهو مهبط رسالات الأنبياء جميعا. بعد ذلك، بعد إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، انتقلت القيادة. لماذا؟ لأن اليهود طغوا وبغوا وحرفوا دين الله تبارك وتعالى، وحلت عليهم اللعنة والغضب، وتم تحويل أمر النبوة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فانتقلت القيادة الدينية من اليهود أو من أمة اليهود إلى أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتقلت النبوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي في نبوءته ورسالته رحمة للعالمين. هذا هو الأمر الأول، أو الوقفة الأولى التي نقفها عند الآية وعند رحلة الإسراء والمعراج. الأمر الثاني، الرحلة من مكة إلى أو من بيت الله الحرام أو من مكة إلى بيت المقدس. ما دلالة هذا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ دلالة ذلك أيها الإخوة أن لكلا المسجدين مكانة وقدسية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. دلالة ذلك أن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من المسجد الحرام، وأن المسجد الأقصى جزء من عقيدتنا ومن إيماننا، وأن التفريط في المسجد الأقصى وفي أرض فلسطين تفريط في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لأن كل هذه مقدسات وآيات وضعها الله تعالى في قرآنه وعقيدة من عقائد الإيمان. فمن فرط في المسجد الأقصى أوشك أن يفرط في المسجد الحرام. لذلك ينبغي على الأمة بأكملها أن تدرك هذا الأمر، وأن تدرك حقيقته، وأن تدرك أهمية فلسطين بأكملها في تاريخها وعقيدتها وفي حياتها. لأن هناك اليوم من المسلمين الناعقين أو بعض الذين يجهلون دينهم وعقيدتهم وإيمانهم. بعض المسلمين اليوم يريد منا
أن نعزل المسجد الأقصى عن المسجد الحرام. يريد منا أن نجعل من قضية فلسطين قضية خاصة بشعب أو بمكان معين، وهي ليست كذلك، ليست كذلك. يريد أن يعزل هذه القضية، يريد أن يحولها من قضية دينية عقائدية فرضها الله تعالى في قرآنه إلى قضية سياسية يمكن أن تحل عن طريق المفاوضات وعن طريق الأساسة. هذا أمر غير مقبول. قضية فلسطين ليست قضية شعب ومكان معين، بل هي قضية أمة، قضية عقيدة، قضية إيمان. ينبغي على المسلم أن يدرك ذلك جيدا، لأن المسجد الأقصى اختيار إلهي وقدر إيماني يفرض على المسلمين أن يذكروا ويتذكروا في كل وقت وحين على أن معجزة الإسراء والمعراج حدثت فوق الأرض المباركة التي صارت اليوم للأسف الشديد تحت وطأة الاحتلال، مما يفرض على الأمة الإسلامية أن تبذل جهدا وعملا متواصلا لرد الكرامة واستعادة المسرى، مسرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرى الإسراء والمعراج توجه رسالة عاجلة إلى كافة المسلمين بأن يقوموا بواجبهم لتطهير بيت المقدس، بل فلسطين بأكملها، من اليهود الغاصبين الغاشمين الذين يعيثون في أرضها فسادا ولا يرقبون في أحد من أهلها ولا في بقعة من بقاعها ولا في مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ولا ذمة منذ 80 عاما. والمسجد الأقصى وفلسطين وأهلها يعانون الأمرين، والمسجد الأقصى يدنس تحت وطأة الاحتلال، ونحن للأسف الشديد نلهث ونجري وراء السلام، وراء السلام الكاذب المزعوم، وراء الجلوس على طاولة المفاوضات، مع أن الله تعالى قد أخبرنا في القرآن بصريح العبارة أن اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق ولا ذمة وما لافتة أو يافضة السلام إلا عملا للاحتلال، إلا عملا للتوسع، إلا عملا لكسب الوقت وأخذ مزيدا من الأراضي الفلسطينية. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، وأخبرنا أن فريق منهم يعاهد وفريق منهم يفاوض وفريق منهم يأخذ الأرض، وهكذا قال: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فإذا كان السلام، إذا كانوا في خطر رفعوا يافضة السلام وجلسوا على المفاوضات، وإن كانوا في منعة وقوة عملوا على سلاحهم وشردوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل في أهل فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا هم اليهود، وذلكم هو المسجد الأقصى الذي يعيش تحت وطأتهم ما شاء الله أن يعيش، والمسلمون يلهثون وراء سلام كاذب. هذا هو الواقع الذي نشهده والذي نحياه، ومن السخرية أن ننكره أو ننساه، ولكن لا حيلة لنا فيه. أقول قولي أستغفر الله فاستغفره، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونصلي ونسلم على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يومنا هذا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، ذكرى الإسراء والمعراج هي رسالة كما قلنا لمن يؤمنون بضرورة تحقيق السلام، والسلام لن يكون إلا بعودة الأقصى وفلسطين. وفلسطين يا إخوة ليست قضية أرض وشعب،
يمكن أن تحل في دهاليز السياسة، بل هي قضية إيمان، قضية عقيدة في قلب كل مسلم ومسلمة. ولذلك لن تموت بإذن الله تبارك وتعالى، حتى وإن رأى البعض من بني قومنا أنها تموت، فلسطين بإذن الله لن تموت، والمسجد الأقصى سيعود بإذن الله تبارك وتعالى. فلسطين دمعة حب في عين كل مسلم، ودمعة الحب لن تذهب سدى. فلسطين هي قطعة من أفئدتنا كمسلمين، واحتلالها طعنة في قلوبنا، لكنها سلبت منا يوم ضعفت في قلوبنا. سلبت منا فلسطين يوم جعلنا كتاب ربنا وراء ظهورنا، سلبت منا فلسطين يوم تخلينا عن عقيدتنا، سلبت يوم جفت عيوننا عن الدموع. فلسطين سلبت منا بالصمت والضعف والتخاذل. فلسطين سلبت منا يوم تولى أمر هذه الأمة حكاما فرطوا في أمر الأمة، وفرطوا في عقيدتها، وفرطوا في ثرواتها، وفرطوا في مقدساتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفرطوا في مسرى نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. بل تولى أمر هذه الأمة بعض الحكام الذين أصبحوا أعداء لهذه الأمة وأعداء للعقيدة، وصاروا أداة للأسف الشديد بيد الأعداء، ينخرون في عقيدة أبناء الأمة وأخلاقها ودينها وعقيدتها، بل يريدون أن يستبدلوا دين الأمة، يريدون أن يأتوا بدين جديد وبإسلام جديد لا نعرفه غير الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. دين يتوافق مع أهوائهم، دين يتوافق مع مخططاتهم، دين يتوافق مع توجيهاتهم، دين يتوافق مع الصهيونية العالمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دين مفرق من محتواه، يريدون مسلم لا يأبه لشأن الأمة ولا لمقدساتها ولا يلتفت إلى أعدائها أبدا. هذا هو الدين الجديد الذي يتزعمه بعض أبناء جلدتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن وقف في وجه هذا الدين الجديد حبس وأصبح في قياهب السجون وظلم وعذب، ومن يروج لأفكار هذا الدين الجديد الذي يسمونه دين المحبة أو إسلام المحبة، الذي يجمع اليهودي والنصراني والبوذي، ممكن أن يصلي بك البوذي، هذا ما يزعمونه تحت هذه اللافتة الخداعة دين المحبة، ينخرون في عقيدة الأمة وفي دين الأمة وفي إسلامها، وهذا ما يحدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يسير في فلك هؤلاء يظهرون على الشاشات ويدعمون، ومن يقف في وجههم يقبع في السجون ويعذبون أشد العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ للأمة دينها، وأن يحفظ للأمة مسرى نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، نحن مقبلون على النصف من شعبان، وهذا الشهر الكريم فيه ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فاجتهدوا في فعل الخيرات، وتسابقوا على فعل الطاعات، وتوسعوا في تقديم الصدقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفرج عنا ما نحن فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لهذه الأمة مكانتها وعزتها، وأن يحفظ أبناءها وبناتها وأسرها. نسأل الله تعالى أن يحفظ عقيدة الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسيرون في ركب المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء الكرام. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تفرج همنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تكشف كروبنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تشفي أمراضنا، وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا وأسرنا. نسألك يا أرحم الراحمين أن تكفينا يا أكرم الأكرمين بحلالك عن حرامك،
وأن تغنينا بفضلك عمن سواك، وأن تفرج هم المهمومين من المسلمين، وتنفس كرب المكروبين، وتقضي الدين عن المدينين، وتحفظ المشردين واللاجئين والنازحين والمشردين والمسجونين ظلما وعدوانا يا رب العالمين، وأن تحفظ فلسطين وأهلها. اللهم احفظ فلسطين وأهلها، اللهم احفظ فلسطين وأهلها، واعد المسجد الأقصى سليما معافا يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.